السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير. معكم عبد الله عسيري، طالب تي اي جي سكول، تعلم اللغة الإنجليزية في بريستول. طبعا إذا كنت تشوف الفيديو هذا فأكيد أنه عندك نفس المشكلة اللي كانت عندي من سنة أو سنتين تقريبا، اللي هي مسألة اللغة الإنجليزية. كان عندي هم اللغة صراحة، كنت أبغى أتعلمها وزي كذا، بس ما كنت أعرف فين الطريقة الصح وإيش هو الإجراء اللي لازم أدخله وزي كذا. صراحة قرأت كثير في الموضوع وشفت شركات كثير ومدري إيش، بس صراحة الشباب في مركز التعلم الفعال قدموا لي خدمة ما أنساها صراحة أبدا. كانوا سهلين جدا، أسعارهم كانت مناسبة جدا، وكانوا موفقين في اختيار المدرسة صراحة. ما ندمت ولا يوم إني طلعت معاهم أبدا. أعطيتهم كل الثقة، كانوا جديرين فيها، كانوا يستحقونها صراحة. مبسوط جدا، اللهم لك الحمد، المستوى تغير في اللغة الإنجليزية. أتوقع هذا اللي تحتاج أنكم تعرفوه. الجماعة مرة موثوقين، لا تضيع وقتك وبالتوفيق.